السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم جميعا. اليوم راح أعطي محاضرة في الاي او اس، راح نكمل. طبعا هو كان مقرر أن من بعد المحاضرة الأخيرة أنه يكون في عندي 6 محاضرات، لكن نظرا للظروف اللي مرينا فيها والتأخير اللي صار بسبب الحرب والظروف اللي كثير منكم والحرب يعني أثرت على كثير منكم، وصار في ناس مش قادرة تكمل أو اتضررت بشكل كبير، فراح أحاول أختصر المحاضرات اللي جاية وأقلل من عددهم. الآن في عندنا مواضيع إحنا لسه ما تكلمنا عنها في الكورس تبعنا حسب السيلبس. في عندي اللي هم الأذر توبكس هنا، طبعا أنا مش راح اكمل في موضوع الكوكوبوتس والسويفت باكجز، ومش راح اشرح اي مكتبات ثانيه. راح اروح على جزئيه الاذر توبكس واتكلم عن بعض من هذه التوبكس الموجوده زي النوتيفيكيشن سنتر، ممكن اللوكال نوتيفيكيشنز، وممكن الانيميشن في الفتره الجايه، او ممكن نختصر على قد النوتيفيكيشن سنتر واللوكال نوتيفيكيشنز. في مواضيع هنا انا عملت لها سكيب وكنت ناوي ارجع لها، فما اظن ارجع لها عشان الظروف اللي مرينا فيها. طيب الان النوتيفيكيشن سنتر واللوكال نوتيفيكيشنز، كلمه نوتيفيكيشن هنا مش نفسها، ما تحملش نفس المعنى. يعني النوتيفيكيشن سنتر هو شيء مختلف تماما عن فكره اللوكال والريموت نوتيفيكيشنز. اللوكال نوتيفيكيشنز والريموت نوتيفيكيشنز هم الاشعارات اللي بتظهر على الشاشة، يعني زي انه وصلت مثلا ريموت نوتيفيكيشن، زي لما حد يكتب كومنت على بوست لك على الفيسبوك، بيجيك نوتيفيكيشن بانه في حد عمل لك كومنت او حد عمل لك لايك او غيره. هذه هي الريموت نوتيفيكيشنز اللي هي الاشعارات اللي بتجينا من السيرفر. فاحنا على طرف الموبايل في عندنا شغلتين بنعملهم، بنعمل موضوع انه بنفعل اللي بنسميها البوش نوتيفيكيشنز او الريموت نوتيفيكيشنز، بنفعلها من خلال مجموعة من الكابابيلتيز وسطرين ثلاثة كود بس عشان يفعل فكرة النوتيفيكيشنز. هذا لو أنا بدي أربط مع حاجة اسمها الـ APNS. APNS يعني Apple Push Notification Server، وهيك الطريقة بتكون بشكل مباشر أنا بأربط مع Apple Notifications. أو ممكن الطريقة الأسهل اللي هو إنه أنا بربط مع الـ Firebase Notifications، وبرضه هنا في اكواد بتنكتب ولكن بتكون كميتها اكبر، لانه هي بدها يعني بدها ننزل من خلال كوكو بوتس او سورس باكجز، بدنا ننزل الفاير بيز نوتيفيكيشنز او اللي هو المسجنج بيسموه فاير بيز، بدنا ننزل الفاير بيز مسجنج باكج ونكتب الاكواد الخاصه فيها عشان تفعل الريموت نوتيفيكيشنز. ايش بيفرق او ليش انا قلت انه الفاير بيز اسهل من الابل بوش نوتيفيكيشن سيرفر؟ لانه في الابل بوش نوتيفيكيشن سيرفر او الاي بي ان اس احنا بنحتاج انه نكتب كود الباك اند الخاص بعمليه البوش نوتيفيكيشن. يعني انا محتاج ابني كنترول بانل، ومحتاج اشتغل اعرف اللي هو الكيز والبرميشنز اللازمه عشان انا ابعث نوتيفيكيشن من الهوستنج تبعي للاي بي ان اس، وعشان الاي بي ان اس يبعث النوتيفيكيشن هذه للديفايس. فبيدخل فيها شغل بي اتش بي او على حسب الباك اند تبعتها بيدخل فيها شغل كثير. اما الفاير بيز نوتيفيكيشنز فانا لا بستخدم الفاير بيز كنترول بانل اللي هو بيوفر لي اياها، وما بحتاجش ابني اي اكواد خاصه في الباك اند كالبي اتش بي او غيرها. فعشان هيك احنا بنروح على الفاير بيز. هذا مفهوم ريموت نوتيفيكيشن. اما لوكال نوتيفيكيشن هي الاشعارات اللي بتيجي من التطبيق داخليا وبتظهر بنفس فكره الريموت نوتيفيكيشن، يعني بتظهر كاشعار اما والجهاز مسكر بتظهر لي على شاشه اللوك سكرين، او انها بتظهر لي خلال وانا مستخدم مثلا ابلكيشن ثاني بتظهر لي من فوق بتنزل تنبهني انه في اشعار صار على الابلكيشن هذا. بس هذا الاشعار ما اجى من السيرفر، هذا اجى من التطبيق نفسه. زي مثلا لما انا بحط منبه على اللي هو الكلوك ابلكيشن، او اني بحدد ايفنت معين على الكالندر، فقبل الايفنت مثلا 10 دقائق او قبل الايفنت بساعه حسب ايش انا حاطط التايم او النوتيفيكيشن تايم، قبل الايفنت بساعه مثلا بتلاقي انه في نوتيفيكيشن وصلتني بتقول لي انه في
عندك ايفنت كمان ساعه في المكان الفلاني او غيره. فهذه هي اللوكال نوتيفيكيشنز. فالتنتين هذول اللوكال والريموت بيتكلموا عن الاشعارات اللي بتظهر على اللوك سكرين او بتظهر والابلكيشن مسكر تقول لي انه في شيء بده يصير او انه في شيء صار. اما النوتيفيكيشن سنتر فهو شيء ملوش علاقه بالاشعارات اللي بتظهر على الشاشه. النوتيفيكيشن سنتر هذا له علاقه بارسال رسائل بين الواجهات، يعني احنا مر علينا قبل هيك ارسال الرسائل من خلال انه انا بمرر الداتا بشكل مباشر فورورد او باكورد ما بين واجهتين. فورورد قلنا من خلال انه انا بعرف متغير في الواجهه الثانيه وبمرر الداتا له مباشره سواء كان من البريبير فور سيجوي او بعرف اوبجكت من هذه الواجهه وبمرر الفاريبل لها بمرر الاوبجكت لها. هذه الطريقه. طريقه الباكورد انه انا مثلا عندي بروتوكول لواجهه معينه، فلما بصير ولما بروح على واجهه ثانيه وبعمل اكشن معين في الواجهه الثانيه من خلال هذا البروتوكول ببلغ الواجهه الاولى بالشيء اللي صار. فهيك انا بمرر الداتا من الكرنت سكرين للبريفيوس سكرين، وهذا مفهوم انه انا بمرر الداتا باكورد. اما النوتيفيكيشن سنتر هو انه انا بمرر الداتا لكل الواجهات الموجوده بالميموري، واللي بيعنيها الامر بتاخذ هذه الداتا، واللي ما بيعنيها الامر فاكيد بتطنش هذا الموضوع. ليش قلت لكل الواجهات الموجوده بالميموري؟ لانه انا ممكن اكون دخلت في ثلاث اربع خمس واجهات من خلال انه هذا الباترن بيوديني على واجهه ثانيه وباترن ثاني بيوديني على واجهه ثالثه، وبتستمر عمليه انه في واجهات بتنفتح وعمالها بتتكدس في الميموري. فكل الواجهات المفتوحه موجوده في الميموري لما انا اعمل استخدم نوتيفيكيشن سنتر ببلغهم كلهم بهذا الفاريبل، بعطيهم كلهم هذا الفاريبل، واللي المعنيه بالامر هي اللي بتستلم هذا الفاريبل. الان خلينا نطبق هذا المثال على البروجكت. طبعا احنا كنا عاملين هنا في سكند اكزامبل، اعتقد كان اسمه سكند اكزامبل، كنا عاملين مثال. فاحنا خلينا نعمل واجهات ثانيه. بدي اضيف فيو كنترولر واخليه هو الانيشال. اللي هو الانيشال، وبدي اضيف كمان other two view controllers، هي هذا هي هذا، وبدي اضيف كمان واحد، هي ثلاثة view controllers. بدي احط label في كل واحد بس عشان اميزه، هي label. بدي احط هنا الليبل هذي بتقول انه first view controller أو اللي هو نسميه هوم مثلا، وبدي أضيف هنا ليبل وأسميها أكشن 1 وبدي أضيف ليبل ثانية أسميها أكشن 2 هذه قلنا كانت من الاكشن 2. وبدي اعمل هنا باتون بدي اسميه سنت اكشن. وبدي احط هنا تكست فيلد عشان اكتب التكست اللي بدي ارسله ما بين بقى. طبعا انا حرسل تكست بس انه الوظيفه هذه او الفانكشن هذه بنقدر نستخدمها عشان نرسل اوبجكت بحاله، مش بالضروره انه يكون تكست. فاصبح الان في عندي ال 3 ليبلز هذول. ايش الفكره اللي بدي اعملها؟ بدي اكتب تكست في هذه السكرين واضغط سبميت، فبدي كل الواجهات الثلاثه هذه تتبلغ بالتكست اللي انكتب، وكل واحدة راح تاخذ تصرف مختلف بناء على الاشعار اللي وصلها. يعني هذه بدي اسميها، او هنا بدي اسمي هذا الباتون نيكست واحطه فيهم كلهم.
وبدي اعمل هذه امبيد ان نافيجيشن كنترولر. فالان كلهم فيهم نافيجيشن او هذه فيها نافيجيشن، بدي هذا الباترون يوديني هنا اي شو. بدي هذا الباترون يوديني هنا اي شو، وهذا الباترون يوديني هنا شو. طيب طبعا انا لسه ما عملتش ولا حاجه، عملت مجموعه بس من الواجهات، ما كتبتش اي كود. الان خليني بعد ما نعمل رن ونشوف ايش اللي راح يصير معنا او ايش الستبس اللي حنمر فيها، نعمل الفايلات اللازمه لكل واحده. اوكي هذه الواجهه الاولى، ايش الليبل اسمها هون؟ اه ضلت معها تحت الابلكيشن. اوكي مش مشكله مش حكيتها. نيكست هاي الواجهه الثانيه، نيكست هاي الواجهه الثالثه، نيكست هاي الواجهه اللي بعمل سبمت. الان الواجهات هذه كلها موجوده في الميموري، كيف انا بقدر اعرف هذا الكلام؟ لو جيت ضغطت على هذا الزر باخذ وقت هو. زين مش راضي يعبرني، لا زين عبر. اوكي مش قادر يبني. بس فعليا لما لما بيشتغل شويه هو الجهاز جديد فهو مش قادر يعمل بيلد للميموري هيوريكي، بس لما بيقدر يبنيها بيظهر لي هنا كل الكلاسز الموجوده في الميموري، فانا بقدر اشوف الفيو كنترولرز تبعتي انها موجوده في الميموري. بنحاول فيها مره ثانيه، بس احنا خلينا الان نكتب الاكواد اللي بنستخدم فيها النوتيفيكيشن سنتر. الان انا في عندي 1 2 3 4 كلاسز، انا راح احطهم في فايل واحد بس عشان السرعه. راح اعمل نيو فايل واسميه نوتيفيكيشن سنتر اكزامبل. والنوتيفيكيشن سنتر اكزامبل هذا راح اعرف فيه كل ال يو اي كيت يو اي ان شاء الله. راح اعمل الكلاس الاول واسميه هوم يو كنترولر، عباره عن يو اي يو كنترولر. راح اعمل الكلاس الثاني اسميه فيرست يو كنترولر، عباره عن يو اي يو كنترولر. راح اعمل كلاس ثالث واسميه second view controller، هو عبارة عن UI view controller. راح اعمل كلاس الاخير اللي هو عبارة عن submit view controller، وهو عبارة عن UI view controller. اوكي طيب الان في الهوم فيو كنترولر في عندي فيو بلوك، مش هحتاج اي شيء في الهوم فيو كنترولر. في الفيرست فيو كنترولر في عندي اي بي اوتلت، في عندي اي بي اوتلت اللي هي الاكشن ليبل عباره عن يو اي ليبل، ونفس الاشي في عندي في السكند فيو كنترولر اكشن ليبل. في الثيرد فيو كنترولر في عندي التكست اللي هو عباره عن يو اي تكست فيلد، في عندي الاكشن اللي هو عبارة عن submit action اللي بدنا نربطه في الباترن. ايش اللي انا بدي اسويه؟ قلنا بدنا ناخذ التكست الموجود هنا ونبلغ ثلاث واجهات هذول تي. كيف بدي ابلغ الواجهة؟ بدي اقول للواجهة انه في نوتيفيكيشن معينة انت بتستمعي لها، فبدي اجي في الفيو ديد لود، اعمل سوبر دوت فيو ديد لود واقول ما
notification center هو عبارة عن singleton default dot add observer. تمام؟ add observer هنا في عندي ثلاث متغيرات أو أربعة سوري، الأربعة هدول إحنا بيعنينا منهم الثلاثة الأولانيين، هذا ما بيعنينا هديت. فالاد اوبزرفر هنا يعني إنه أنا بدي أستمع لإشي معين. مين اللي بدي يستمع؟ أول حاجة اوبزرفر على مين؟ على الفيو كنترولر نفسه، يعني اللي بيتسمع لهذه النوتيفيكيشن هو الفيو كنترولر نفسه، عشان كده حط سيلف. سيلكتور اللي هو الفانكشن اللي بيتم تنفيذها إذا هو وصله إشعار بهذا الكلام. معناته في فانكشن بتنكتب هنا اسمها دو سمثينج مثلا، هذه الفانكشن بتاخذ اوبجكت من نوع نوتيفيكيشن، تمام، ولازم تكون ات اوبجكتيف سي فانكشن. ليش ات اوبجكتيف سي فانكشن؟ لانه السلكتور هو عباره عن اوبجكتيف سي سلكتور، فلازم الفانكشن هذه تكون معرفه ات اوبجكتيف سي فانكشن. طيب الان هنا سلكتور بنحط هاشتاج ونكتب سلكتور ات، او بنكتب اللي هي اسم الفانكشن دو سمثينج. بعدين هنا نيم بده ان اس نوتيفيكيشن دوت نيم، نضغط عليه دبل كليك عشان نكتب ايش النيم اللي بدنا اياه بالطريقه هذه. ان اس نوتيفيكيشن دوت نيم بين قوسين بنحط السترينج. مثلا انا بدي اكتب اي شيء بدي اكتبه هون هو الاي دي تبع هذا النوتيفيكيشن. لازم طبعا احاول انه اخليه يونيك على مستوى التطبيق، يعني ما استخدموش في اكثر من مكان واكون بدي اكثر من وظيفه له، يعني لازم هو بيعطي وظيفه واحده او هو مرتبط باكشن واحد. انا بدي اسمي مثلا كوم dot second example dot submit action submit action. تمام، ممكن انا اسميه submit action مباشره، بس انا بفضل دائما اني احط اسم الابلكيشن كجزء من الابلكيشن ستاندر. يعني في ناس طبعا بتروح تحط كل المسميات هذه بفايل لحال، يعني انا باجي بعمل هنا new file بسميه constance. كونستانس فايل هذا باجي بعرف فيه مثلا اكستنشن اكستنشن من السترينج، وباجي بقول هنا ليت مثلا سب ليت ستاتيك ليت سب نت اكشن عباره عن سترينج، والمحتوى تبعه هو كوم دوت سكند اكزامبل دوت سب نت اكشن. تمام، وبعدين بيجي هنا بدل ما يكتب هذا الكلام بروح سوري بدل ما يكتب هذا الكلام بروح مره واحده عامل string dot submit ايش انا اسميها submit action submit اللي موجود في constants extension اللي ممكن في غلط في هذا. طيب عشان ما نخشش في تفاصيل كثيرة نرجع تاني هنا هذا بحطه هنا أحاول أعرف ليش بحطه هنا. اي واحد فيكم بيعرف شغله string submit غريبة انه هو مش شايف الفايل، بس انه
يمكن لانه هو ما عندوش هنا امبورت الاي اي كيت. مش مشكله. المهم انه هو طيب وكان بس مشكلته عشان فيش امبورت اليو اي كيت في الكونستنت فايل. المهم الان هنا ليش انا رحت عملت هذه الطريقه؟ عشان مش كل مره لما اجي اكتب الكي تبع هذه النوتيفيكيشن اغلط فيه، ومره يبعت مره ما يبعتش، اقول ايش السبب. فاحنا بنروح بنثبت الكيز كلها في فايل واحد او از كونستانتس. طيب اذا هذه الفانكشن او هذا الفيو كنترولر راح يتسمى للنوتيفيكيشن اللي الكي تبعها هيك، وينفذ الفانكشن هذه اذا تم ووصل هذا الكي. هذه هي الفانكشن اللي راح ينفذها. بنفس الاليه راح اعمل هنا فيو ديد لود سوبر دوت فيو ديد لود، وبعدين اجي اعرف الفانكشن اوبجكتيف سي فانكشن، اقول انه هذه بدي اسميها دو سمثينج، وبتاخذ نوتيفيكيشن اوبجكت من نوع نوتيفيكيشن. تمام. وراح اكتب هذا الكلام نفسه انه في الفيو ديد لود بدي اسجل، بدي استمع لهذا النوتيفيكيشن. اوكي اسم الفانكشن مضبوط دو سمثينج. طيب انا هذا بحطه في الفيو ديد لود، ما بحطوش في الفيو ولا بير. ليش؟ لانه في الفيو ولا بير معناته هذا الفيو كنترولر راح كل مره يظهر راح يسجل النوتيفيكيشن. ايش معنى الكلام؟ راح يسجل الاوبزرفر. معنى الكلام انه لما تجي نوتيفيكيشن والاوبزرفر هذا يتسمع لها، بعدد المرات اللي انا سجلت الاوبزرفر فيها راح ينفذ هذه الفانكشن. مش راح ننفذها مره واحده، راح ننفذها بعدد المرات اللي تم تسجيل هذا الاوبزرفر. احيانا احنا بنضطر انه نحطها في النوتيفيكيشن ويل ابير او في النوتيفيكيشن ديد ابير. فعشان هيك لازم نراعي انه قبل ما نستخدمها نروح نعمل نوتيفيكيشن سنتر دوت ديفولت دوت ريموف اوبزرفر، واعطي له الاوبزرفر سيلف نفس المكان، واعطي له السلكتور، وهذه نل نفس الفكره اللي هنا. هذه بستخدمها عشان انا اوقف واخلي هذا هذا الفيو كنترولر يبطل يستمع لنوتيفيكيشن معينه. فهذا انا بستخدمه اذا انا بدي اوقف عمليه الليسننج او الاوبزرفر. طيب الان ايش اللي راح يصير؟ هذا لو ضغطت على زر سبميت بدي اياه يبلغ نوتيفيكيشن، بدي يرسل نوتيفيكيشن او يعمل برودكاستنج للنوتيفيكيشن على كل فيو كنترولرز الموجودين بالميموري بالاي دي هذا. فبدي اجي هنا اقول اذا انضغط على اي حاجه بدي اقول نوتيفيكيشن سنتر بالديفولت دوت بوست، بدي اعمل بوست لنوتيفيكيشن، بده النوتيفيكيشن نيم والاوبجكت اللي انا بدي ارسله لهم. انا حرسل هنا سترينج، لكن انا ممكن ارسل اوبجكت ايا كان لانه هنا اني التايب تبعه. فبدي اجي اقول نوتيفيكيشن نيم نفس الطريقه، اروح على السترينج والاقي كونستانت اسمه سبميت نوتيفيكيشن اكشن، وبدي ارسل التكست الموجود في التكست فيلد. تمام؟ تكست دوت تكست. الان بمجرد ما اضغط على هذا الزر راح يبلغ هذول الاثنين راح يبلغ الثلاثه، هذا وهذا وهذا، لكن هذا مش محطوط في كود انه يستمع للاكشن، فبالتالي هذا مش راح يعمل شيء، هذول الاثنين اللي راح يعملوا. ايش اللي بدي اسويه؟ بدي اخلي هذا يغير التكست تبعه اكشن ليبل، بدي اياه يقول اكشن ليبل دوت تكست تساوي مثلا اللي هو التكست اللي اجى زائد تكست معين زائد رقم. تمام، عشان ابين انه كل وحده راح تتصرف تصرف مختلف. الان اول حاجه بدي احصل على الاوبجكت، فبقول let الاوبجكت هو عباره عن نوتيفيكيشن الفاريبل المرر الباراميتر المرر للفانكشن دوت اوبجكت. الاوبجكت هذا هو اللي تم ارساله هنا. تمام. طيب الان هذا من نوع ايش؟ اني، فانا محتاج ان اقول انه هذا از سترينج، لانه انا متوقع انه هذه الفانكشن بدها او هذا الليسنر قاعد بتسمع على string. طيب لو في حد ثاني في فيو كنترولر ارسل بنفس الكي لكن ما ارسلش string، معناته هذه الفانكشنز راح يصير فيها هذه الفانكشن راح يصير فيها مشكله، هذول الفيو كنترولرز راح يصير معهم مشكله. فانا بدي اروح اعمل اف ليت عشان اضمن انه هو ما ينفذش كود ال
كود الاكشن تبع do something الا اذا كان الاوبجكت المرسل عن من خلال النوتيفيكيشن عباره عن تكست او عباره عن string. وبدي اجي احط هذا string زائد رقم وليكن هنا 2، وفي الحاله هذه بدي احطه اللي هو الرقم 1. فالان التكست او الواجهه الاولى راح تكتب التكست اللي موجود في الواجهه الثالثه وتحط جنبه الرقم 1، والواجهه الثانيه راح تكتب التكست الموجود في الواجهه الثالثه وتحط جنبه الرقم 2. او ممكن انا اروح اعملها to lower او to upper، يعني عشان ابين انه في اختلاف ما بين في البيهيفير ما بين كل واجهه والثانيه. طيب الان خلينا نروح نربط هذا الكلام في الانترفيسز. هذه احنا متفقين انه هي الهوم، والهوم فيش فيها اي تغيير. هذه هي عباره عن الفيرست، وهذا عباره عن السكند، وهذا عباره عن السبمت. السبمت فيها فيها التكست فيلد، وفيها الاكشن هذا touch up inside. السكند فيها الاكشن ليبل، والفيرست فيها الاكشن ليبل. نعم مرة. تمام، هاي next، هاي الواجهة الأولى next. طبعا الأولى ظلت في الميموري، الهوم والأولى موجودة في الميموري، الثانية موجودة الآن في الميموري. لو جيت كتبت هنا hello it's me submit، الآن المفروض إنه كلهم يتبلغوا بالتكست، وعشان هيك هذه الواجهة كتبت hello كلها capital letter. طبعا أنا عشان مش عامل constraints فما كبرتش التكست فيل، وهذه الواجهة راح تحولتها كلها small letter، وبرضه نفس الفكره انه مش عامل constraints فما كبرش التكست فيلد او ما كبرتش الليبل مع حجم النص الموجود فيها. المهم الفكره صارت انه بلغوا الواجهتين بالتغيير اللي صار. تمام، طبعا لقيت الواجهه الثالثه والثانيه طلعوا من الميموري، فانا لما اعمل next راح ينشئ اوبجكت جديد من الواجهه الثانيه، وبالتالي راح نرجع ثاني على action 2. هذه متبلغه بالموضوع، ولكن هذه واجهه جديده ما عندهاش اي الم بالاكشن اللي صار. لو جيت هنا كتبت لقيت نص وقلت له سبميت ورجعت على هذه الواجهه تبلغت الان بالنص هذا، ورجعت على هذه الواجهه برضه تبلغت بنفس النص. كل واحده كان لها بيهيفير مختلف. اذا بهذه الطريقه احنا بنقدر نبلغ او ننقل داتا من واجهه الى جميع الواجهات اللي بالميموري. تستفيد من هذا الاوبجكت بس الواجهات اللي محطوط عليها اوبزرفر، اللي هي مسجله اوبزرفر في النوتيفيكيشن سنتر. اما الواجهات اللي ما سجلتش اوبزرفر في النوتيفيكيشن سنتر فهي ما بتتاثر بهذا التبليغ وما بتتاثر وما بتاخذ هذا الاوبجكت. هذه الطريقه طبعا اسهل طريقه في نقل الداتا، لانه هي تشتغل باكورد. اسهل طريقه في نقل الداتا باكورد لانه هي بتريحني، بدل ما اعرف بروتوكول والبروتوكول بدي اربطه واعرف فانكشنز واعمل امبلمنتيشن للفانكشنز، قصه طويله بتصير. لكن المشكله انه هذه بتكون زي 1 تو ماني ريليشن تبعتها، انه كل الواجهات بده يوصلهم تبليغ. قديش في عندي واجهات في الميموري كلهم راح يوصلهم الاوبجكت، يعني قديش في نسخ راح تصير من هذا الاوبجكت في الميموري، قديش راح ياثر هذا على البرفورمانس على الاستورج تبع المين ميموري، راح يكون تاثيره سيء كل ما زاد عدد الواجهات الموجوده او اللي عمالها بتتسمى لهذا الاوبجكت. فعشان هيك احنا بنحاول قد ما نقدر انه لما تكون العلاقه 1 تو 1 نستخدم البروتوكول، يعني من واجهه للثانيه بس نستخدم البروتوكولز او اللي هي الكول باك فانكشنز. لكن اذا كانت العلاقه ما بين، وانا مضطر انها تكون العلاقه ما بين 1 تو 1 1 تو ماني، فانا بستخدم النوتيفيكيشن سنتر. وفكره اني استخدم انه تكون في عندي داتا بتتحرك من واجهه لعده واجهات في الميموري، هاي الفكره نوعا ما مش كثير موجوده في الابلكيشنز. وفي ناس في ديفلوبرز بيروحوا بيفضلوا انهم ما يستخدموا النوتيفيكيشن سنتر نهائيا،
وبيعتبروا طالما في ريليشن او في ربط ما بين كل واجهه والثانيه، يعني كل واجهه عارفه الواجهه اللي السابقه لها، فبيخلوا البروتوكول يعمل تشين اوف كولز انه من الواجهه الاخيره يبعث ينفذ البروتوكول تبع الواجهه الثانيه، ومن الواجهه الثانيه ينفذ البروتوكول الواجهه الاولى، ومن الواجهه الاولى ينفذ البروتوكول اللي قبلها، وهيك بصير تشين اوف كولز او تشين اوف كول باك فانكشنز. لكن وبيتجنب فكره انه يستخدم النوتيفيكيشن سنتر. لكن النوتيفيكيشن سنتر زي ما قلنا انه هو بيكون مفيد لما يكون في عندي اكثر من واجهه، ويكون كمان فيش بينهم ريليشنز، يعني في واجهه اعتراضيه هنا في بينهم ريليشنز، ان هم هدول فعليا فيش بينهم ريليشنز، يعني هذه الواجهه ما بتعرف الواجهه اللي هي اجت منها، لانه انا ما حطيتش فاريبل امر يشير في داخل هذه الواجهه على الواجهه اللي قبلها. فعشان هيك انه لا، يعني في هذه الحاله احنا مضطرين نستخدم النوتيفيكيشن سنتر. طيب هذا هو الموضوع اللي انا راح اشرحه في هذه المحاضره، مش راح اشرح غيره. اذا بيكون في محاضره ثانيه بتتكلم عن اللوكال نوتيفيكيشنز ان شاء الله، وراح ننهي بالمحاضره الثانيه، راح ننهي الفصل تبعنا، ويعطيكم العافيه.